سيف بن علي بالكريب للكبي، 6 دقائق 13 ثانية، جزئين من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. أشكر كل الزملاء الذين سبقوني في التعليق على الأشواط الماضية، وهنا ينطلق هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء، ومن خلال هذا المسار وهذا التحدي وشوطنا الثاني عشر الخاص بالأبكار أو القعدان المهجنات الأصايل. شكرا للزملاء وشكرا للسيل بن غراب. أما الآن مشاهدينا الأعزاء في المتابعة والانطلاق، ونقترب من المركز الأول. صوغان يقترب الآن من بداية المشوار والتحدي والمسار. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري هو من يتقدم المشاركين في هذه اللحظة، بينما المركز الثاني الحنيش لتميم بن خلفان بن ضاحي المهيري يتواجد في المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثالث هنا الكيلو الأخير وهنا ينطلق ويندفع لينتزع المركز الأول انتزاعا من البقية ومن الآخرين، ليهدي مالك علي بن خليفة بن رشيد السويدي أجمل تحية وناموس في صباح هذا اليوم. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني الشامخ تعود ملكيته لصالح بن خادم الزرعي، المركز الثالث لمطر بن غانم بن مسفر بالقوبع، رابع المراكز احمد بن خلفان بالشاوي الغفلي، والمركز الخامس سعيد بن محمد بن مروشد هو من يحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام. لكن عوده الى حشيم، ملاحظات وصوله الى خط النهايه مع الانفراد الاخير، 6 دقائق 10 ثواني، 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا علي بن خليفه بن رشيد السويدي، اما صاحب المركز الثاني في هذا الانطلاق وهذا التحدي كان ايضا في المشاركه القويه والمشاركه والتحديات، وكان